كعادتها اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية الترويج للأكاذيب حول الأوضاع في مصر. هذه المرة استعانت الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية المنظمات المشبوهة لترويج شائعات وأكاذيب حول الأوضاع داخل السجون المصرية، على الرغم أن عديد من الوفود الأجنبية، وكان آخرها زيارة مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية والمنظمات الحقوقية لسجن المرج للاطلاع على أماكن إقامة النزلاء والطعام والعلاج الذين يحصلون عليه. بكل تأكيد مثل هذه الزيارات تؤكد أنه لا يوجد شيء يتم إخفاؤه، كما أنه يتم معاملة السجناء وفقا للقوانين واللوائح والمعايير الدولية. أما ما تحاول الأبواق الإعلامية إثارته من خلال الأكاذيب المتعلقة بسوء الأوضاع في السجون تم فتحه بزيارات رسمية للوقوف حول أوضاع السجون، وما تردده وتلتف حوله وتستغل الجماعة الإرهابية لترويج أكاذيبها بأن هناك مساجين داخل السجون أوضاعهم سيئة. معنا على الهاتف الأستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي، أهلا بك يا أستاذ محمود. مش جديد كل ما تروجه هذه الجماعة الإرهابية من خلال أبواقها الإعلامية من حين لآخر للنيل من استقرار الدولة المصرية. هذه المرة الموضوع متعلق بالسجون، سوء معاملة السجناء، سوء الأوضاع الصحية للسجناء، كل هذه الأكاذيب حول الأوضاع في السجون التي زارتها وفود رسمية من خارج مصر واطمأنت إلى حال النزلاء فيها. تفضل. في الحقيقه السجون المصريه هدف ثابت عند جماعه الاخوان المسلمين والاعلام المعادي لمصر، وهدف دائم التشويه ودائم الهجوم عليه، لانه الاخوان بيحاولوا طول الوقت ان هم يصدروا صوره معينه عن الاوضاع في السجون في مصر لحمايه النزلاء اللي هم ينتمون لهذه الجماعه. بيحاولوا ان هم يداروا على المشكله الكبيره اللي حاصله والازمه الداخليه داخل الجماعه، خاصه انه مش قادرين دلوقتي ان هم يعملوا التعايش اللي كان بيقدروا يعملوه السنوات السابقة للنزلاء بتوعهم في السجون، فبيحاولوا ان هم يعملوا اي عمل يرفعوا بيه روحهم المعنوية، او يحاولوا ان هم يقولوا ان هم على اتصال. هناك ازمة داخلية داخل الجماعة، هذه الازمة تؤثر على الدعم اللي كان بيتقدم لاسر السجناء من الاخوان، وده اللي بيخلي عندهم بعد مختلف في التعامل مع الموضوع، لانه هذا الهجوم وهذا التفاعل وهذا محاولة ان هم يعني يشوهوا الاوضاع او ان هم يقولوا او يدوا امل كاذب لاعضائهم في السجون انه التدخلات الدولية يمكن ان تحدث اثرا ما معهم، في محاولة ان هم يستكملوا السيطرة على الجماعة ويحافظوا على القوام الرئيسي للجماعة بعد سقوط القيادي التنظيمي والكادر المهم محمود عزت الاسبوع اللي فات، وهم بيحاولوا طول الوقت ان هم يهاجموا اي اهداف داخل مصر من اجل الانتقام لهذه اللحظه اللي بتقول انه هذا التنظيم يقترب من الزوال ويقترب من نقطه النهايه. فبالتالي احنا بنتوقع منهم اشياء كثيره، بنتوقع منهم تحركات، بنتوقع منهم تشويه، بنتوقع منهم قصص مفبركه. السجون بالنسبه لهم هدف ثابت زي ما قلت لحضرتك، وهذا الهدف بيحاولوا طول الوقت ان هم يصدروا صوره لمنظمات معينه مسيسه، تقاريرها كلها يعني غير مهنيه وغير موضوعيه بالنسبه للاوضاع في السجون، بيحاولوا ان هم يدوهم معلومات او بيحاولوا يدوهم يعني سبب للهجوم على مصر او لانتقاد الاوضاع في مصر. بيحاولوا مش معلومات بقى، بيدوهم اكاذيب. بالضبط. بيحاولوا ان هم يدوهم يعني بعض الاشياء اللي ممكن هم يشتغلوا عليها، يعني هو دايما المنظمات الحقوقيه بتبقى محتاج نوع من انواع القصص اللي يقدر ان هو يشترك معاها. او اللي يقدر ان هو يشتغل عليها ويطلع تقارير واشياء من هذا القبيل. فبالتالي الجماعه بتحاول طول الوقت تصدر لهم اسماء وموضوعات ومشاكل وشكاوى من اوضاع، كل دي اوضاع بيكتشف العالم ذاتها وكذبها، لانه الاوضاع في السجون المصريه متاحه للجميع. الزيارات دلوقتي مفتوحه لكل السجناء في الحقيقه، وفي تعامل، بيبقى في التزام كبير في وزاره الداخليه خلال السنين اللي فاتت، وده مش كلام، ده شهادات دوليه بتؤكد ذلك، انه هناك التزام كامل داخل السجون المصريه بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان. ان اليوم في تعامل في سياسه عقابيه جديده
بتحاول ان هي تلتزم وبتحاول ان هي يعني تعمل شكل جديد من اشكال العقاب زي ما بيحصل في كل العالم. بنشوف النهارده يعني الاوضاع اللي بنشوفها وبتنعكس خلال الصور والزيارات وكثير من التقارير المحليه اللي بتتكلم عن منظمات حقوقيه والمجلس القومي لحقوق الانسان وغيره من المنظمات الدوليه والاقليميه اللي بتزور السجون وبتقدر تطلع على الاوضاع فيها واللي بتتكلم على انه هذه الاوضاع كلها تتطابق مع معايير حقوق الانسان وتتطابق مع المطلوب خلال الفترة اللي موجودة. طيب. وفي نفس الوقت بتثني على السياسة العقبية الجديدة. صحيح. اللي احنا بنشوف صحيح. فيها كثير من القرارات العفو الرئاسي والدعم اللي بيتقدم للمساجين حتى بعد خروجهم من السجن والدعم طيب. الكبير اللي حاصل والتحسينات اللي حاصلة سواء في الأكل أو في العلاج أو في تقديم الرعاية الصحية داخل السجون. كل نعم. هذه الأشياء دي حقائق، لكن طيب. أنت بتتكلم على هدف ثابت، هذا الهدف الثابت طوال الوقت هتلاقي فيه محاولات للتشكيك ومحاولات للهجوم ومحاولات لل كما هو الحال دائما. للأسف الوقت انتهى ولكن الصورة وصلت جليا. بشكرك أستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي على هذه المداخلة.